بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أقدم لكم محاضرة جديدة من محاضرات اللور ليمب. معاكم دكتور رشا ربيع، أسيستنت بروفيسور أوف أناتومي أند إمبريولوجي، ألكساندريا يونيفرسيتي. هنتكلم النهاردة عن الأبر أسبكت أوف ذا فوت، اللي إحنا بنسميه الدورسم أوف ذا فوت، لأن اللور أسبكت بنسميه سول أو البلانتر أسبكت أوف ذا فوت، يبقى الأبر أسبكت اسمه دورسم. الدورسم اوف ذا فوت يا ولاد ما هو الا ممر للتندونز اللي جاي لنا من الانتيريور كومبارتمنت. توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز. توم فور تيبيالس انتيريور اتش فور او هاز فور اكستنسور هالوشز لونجس. فيري نايس الفيسل والنيرف. الفيسل طبعا الانتيريور تيبيال نيرف بينتهي ميدواي بتوين التو ماليولاي ويكمل كدورسالس بيدس، والانتيريور تيبيال نيرف او اسمه الضلع الثاني ديب برونيال او ديب فيبولار نيرف. دوجز فور ديجيتورام لونجس، بيجز فور برونياس تيرشيس. بس طبعا البرونياس تيرشيس بتنتهي عند الفيفث ميتاتارسال بون، ما بتكملش بقى على الدورسم اوف ذا فوت. تمام، يبقى احنا هنشوف الدورسالس بيدس بدل الانتيريور تيبيال ارتري، وهنشوف التيرمينال برانشز والخريطة الكيوتينيوس نيرفس في الدورسم اوف ذا فوت. هنتكلم دلوقتي على اول عضلة جديدة بقى في الدورسم اوف ذا فوت، مش موجودة في الليك، موجودة بس في الدورسم اوف ذا فوت، واسمها اكستنسور ديجيتورم بريفس. احنا خدنا اكستنسور ديجيتورم لونجس في الليج، دلوقتي هنتكلم على البريفس. العضله بقى اللي تبان في الدورسم اوف ذا فوت اسمها اكستنسور ديجيتورم بريفس، ودي طالعه من كعبك اللي هو الكالكينيوس اللي انت دايس عليه. الكالكينيوس دي عظمه مستطيله الشكل، ليها ابر سيرفيس، ليها لور سيرفيس، ليها ميديال ولاترال سيرفيس، وليها انتيريور وبوستيريور سيرفيس. هي واخده من الابر سيرفيس اوف الكالكينيوس، من اكتر حته قدام، من الموست انتيريور بارت اوف الابر سيرفيس اوف الكالكينيوس، الحته دي كده هنا كده. تمام، من الموست انتيريور بارت اوف ابر سيرفيس اوف كالكينيوس. وتطلع الحقيقه العضله باربعه رؤوس او اربعه تندون، تديك اربعه تندون. والله اول راس راحة للبيج تو، تمسك فين يا ترى؟ تمسك في البروكسيمال فالانكس اوف ذا بيج تو. فاكرين الاكستنسور هالوشز لونجس كانت بتمسك في التيرمينال فالانكس بتاعت البيج تو، اهي دي الاكستنسور هالوشز لونجس. طيب العضلة رقم واحد دي يا ولاد اللي راحة للبيج تو هنسميها اكستنسور هالوشيز بريفس، هي الحقيقة جزء من الاكستنسور ديجيتورم بريفس، ولكن احنا بما ان عندنا اكستنسور هالوشيز لونجس هنسمي جزء العضلة الصغير ده اكستنسور هالوشيز بريفس، وبتساعد الاكستنسور هالوشيز لونجس في الاكشن على البيج تو وبتعمل له اكستنشن للمفاصل بتاعته، وبرضه سبلايد بالديب برونيال نيرف زيها زي اختها الاكستنسور هالوشيز لونجس. طيب الباقي بقى 2 و3 و4 يمسكوا فين؟ مفروض على بقيه التوز اكستنسور اكسبانشن بتاع عضله الاكستنسور ديجيتورم لونجس. التندون الاخضر ده يمسك في الاكستنسور اكسبانشن الاسود بتاع الاكستنسور ديجيتورم لونجس، ويساعد برضو الاكستنسور ديجيتورم لونجس في انها تعمل اكستنشن لللاترال 3 توز اللي هو رقم 2 و3 و4. ناخد بالنا ان رقم الصباع الخامس ما بيستقبلش تندون للاكستنسور ديجيتورم بريفس، لكنه بيستقبل اكستنسور اكسبانشن بتاع الاكستنسور ديجيتورم لونجس. فاكرين الاكستنسور ديجيتورم لونجس كانت بتروح لللاترال 4 توز، انما الاكستنسور ديجيتورم بريفس راحه للتو رقم 2 و3 و4 وما بتروحش للليتل 2. يعني انا شايفه اهو التندون بتاع الاكستنسور ديجيتورم لونجس
الأربعة، 1 2 3 4 رايحين للاترال فور توس، من تحتهم العضلة الحمراء دي اللي هي الاكستنسور ديجيتورم بريفيس، رايحة للميديال فور توز بما فيهم البيك تو، يعني الليتل فينجر مش رايحة له أبدا. تمام، كمان البيك تو رايح له 2 تندون، واحد بتاع الاكستنسور هالوشز لونجس والتاني بتاع الاكستنسور ديجيتورم بريفيس، وماشيين جنب بعض اهم. وبفكركم تاني ان الاكستنسور ديجيتورم بريفيس رايحه للميديال فورتوز، انما الاكستنسور ديجيتورم لونجس رايحه لللاترال فورتوز. بفكركم تاني ان البيك تو ما عندهوش اكستنسور اكسبانشن، لان الاكستنسور ديجيتورم ما بتمسكش فيه، زي بالظبط الابر لمب كان الصنب ما عندهوش اكستنسور اكسبانشن، وده الجزء اللي رايح للبيج 2 وماسك في البروكسيمال فالانكس اوف ذا بيج 2 من الاكستنسور ديجيتورم بريفيس، واسمه لوحده اكستنسور هالوشيز بريفيس. بقيت بقى الرؤوس اهي، واحده راحه في الاكستنسور اكسبانشن بتاع السكند 2، واحده كمان راحه في الاكستنسور اكسبانشن بتاع الثيرد 2، وواحده كمان اهي راحه بتاع الفورس 2. الليتل 2 زي ما انتم شايفين ما عندهوش تندون للاكستنسور ديجيتورام بريفيس، والاكستنسور ديجيتورام بريفيس بتساعد الاكستنسور ديجيتورام لونجس في الاكشن بتاعها، يعني بتفرد الصوابع خلاص الميديال فور فينجرز. بس ناخد بالنا الاكستنسور ديجيتورام لونجس ما بتشتغلش على البيكتو، والاكستنسور ديجيتورام بريفيس ما بتشتغلش على الليتل 2، وده الفرق بينهم هما الاثنين. ايه هو الاكستنسور اكسبانشن؟ نفس فكره الاكستنسور اكسبانشن بتاع الاكستنسور ديجيتورام في الابر ليمب، كان بيجي التندون بتاع الاكستنسور ديجيتورام يبقى فلاتند على البروكسيمال فالانكس، بيعرض قوي بدل ما هو كان مبروم ورفيع، بيجي عند البروكسيمال فالانكس يبقى عريض ويفرش، وبعدين بيتقسم الى 3 سليبس. الميدل سليب بتمسك في الميدل فالانكس، والتو سليب دول هيتحدوا ويعملوا لي 1 سليب بتمسك في التيرمينال فالانكس. نفس الفكره بالظبط اللي احنا درسناها في الاكستنسور ديجيتورم بتاع الابر ليمب، بس الفرق هنا اسمها اكستنسور ديجيتورم لونجس في اللور ليمب، وبتفرش على اللاترال فور توز، انما في الابر ليمب كان الميديال فور توز. فاكرين لما كنا بنقول ان كل صوبع بيستقبل 2 انتر اوسياي وواحده لومبريكال، ما عدا قلنا الليتل 2 كان بيستقبل واحده انتر اوسياس وواحده لومبريكال. نفس الكلام هنا، الليتل 2 بيستقبل واحده انتر اوسياس وواحده لومبريكال، بس الفرق يا اولاد في اللور ليمب ان الليتل 2 ما بيستقبلش من الاكستنسور ديجيتورم بريفيس، ما بيستقبلش. كمان نفس الكلام، الثامب ما كانش عنده اكستنسور اكسبانشن، كذلك البيك 2 ما عندهوش اكستنسور اكسبانشن، ولكن الاكستنسور هالوشز لونجس بتتفرد عليه وبتمسك في التيرمينال فالانكس، وكمان الاكستنسور هالوشز بريفيس بتمسك في البروكسيمال فالانكس. طيب الاكستنسور اكسبانشن ده بيشتغل على المفاصل الانترفالنجيال جوينت والميتاتارسوفالنجيال جوينت، وبيعمل لها اكستنشن. كنا اتكلمنا قبل كده على السوبيريور اكستنسور ريتيناكلم، الانفيريور بقى اكستنسور ريتيناكلم بياخد برضو من الابر سيرفيس اوف الكالكينيس، وشكله واي شيب وبيبتدي لاترال الحقيقه، وبعد كده بيتقسم الى فرعين، فرع بيروح للميديال مانولس يمسك فيها، وفرع يا ولاد بيمسك على الديب فاشيا على الميديال سايد اوف الفوت. الديب بلانتر فاشيا يعني اللي موجوده في اسفل القدم، ديب بلانتر فاشيا خلاص. طيب الانفيريور ريتيناكلم ده يا ولاد بيعدي نفس الحاجات اللي بيعديها السوبيريور ريتيناكلم، بس احنا هنستبدل الانتيريور تيبيال ارتري بالدورسالس بيدس،
لان الانتيرو تيبيال ارتري بينتهي فوق بتوين التو مالولاي، فهيخلص. فاللي هيكمل بقى تحت الانفيرو اكستنسور ريتيناكلم هو الدورسالس بيتس. عايزاكم تاخدوا بالكم من فرعين الواي شيب بتاع الاكستنسور ريتيناكلم. ركزوا معايا، فرع ماسك في الميديال مالولس لفوق اهو، وفرع ماسك هنا في الفاشيا على الميديال سايد اوف الفوت. تاني، طبعا دي التبيالس انتيريور لو تفتكروا، بتعدي تحت السوبيريور والانفيريور اكستنسور ريتيناكلم. انا بس عايزاكم تركزوا تاني للفرع ده اللي ماسك في الميديال مالولس، والفرع ده اللي رايح للديب فاشيا على الميديال سايد اوف ذا فوت ويمسك. هننقل بعد كده على الارتر اللي بيظهر في الدورسم اوف ذا فوت، وهو الدورسالس بيدس ارتر. طبعا انتوا عارفين ان الانتيريور تيبيال ارتري بينتهي بتوين التو مالولاي هنا وهنا اهو، هيكمل بقى ويدخل السول از دورسالس بيدس ارتري، هيكمل از دورسالس بيدس ارتري. فاحنا محتاجين ندرس الدورسالس بيدس ارتري في الدورسم اوف ذا فوت. طبعا تاني الانتيريور تيبيال ارتري انتهى هنا، وهو اللي عدى تحت السوبيرو اكستنسور ريتيناكلم، انما الدورسالس بيدس هيكمل وهو اللي يعدي تحت الانفيرو اكستنسور ريتيناكلم، ويفضل ماشي في الدورسم بلا تشيله وبلا تحطه لحد اول سبيس ما بين البيك 2 والسكند 2 اسمه فيرست انتر اوسيس سبيس، يبتدي يخرم العضله اللي موجوده في السبيس ده، واكيد اسمها فيرست دورسال انتر اوسيس، ويروح للسول. وفي السول هينتهي في حاجه اسمها بلانتر ارش. مالناش دعوه يا محي، خلينا دلوقتي في الدورسم اوف ذا فوت. يبقى فهمتوا الفرق بين السوبيريور والانفيرو اكستنسور ريتيناكلم؟ السوبيريور بيعدي تحت الانتيريور تيبيال ارتري، انما الانفيريور بيعدي تحت الدورسالس بيدس ارتري. وبيبقى ليه نفس الترتيب بتاع توم هاز فيري نايس دوجز، يعني ميديا اللي بتبقى توم خلاص، وبعدين هاز اللي هي الهالوشز، وبعدين يجي هو كفيسل، وبعدين لاترالي يجي النيرف، وبعدين الدوجز والبيجز اللي هي الديجيتورم والبرونيا ستيرشيس. نفس الترتيب بتاع توم هاز فيري نايس دوجز. علشان كده لما تيجي تحس البلسيشن بتاعه بتزنقه ما بين التندون بتاع الاكستنسور هالوشز لونجس اللي هي ميديالي، ولاترال على طول لي اللي هو الدوجز. مش هو توم هاز فيري نايس النيرف دوجز؟ يبقى انت بتزنقه ما بين عضلتين في الفيرست انتر اوسيس سبيس اللي هو ما بين البيك 2 والسكند 2، وتحس البلسيشن بتاعه. طبعا في امراض الاثيروسكليروزز وتصلب الشرايين انت محتاج تطمن على العيان كل شويه وتشيك على الارترز بتاعته. ادي يا ولاد هنا الواي شيب اللي بقول لكم عليه. لما تيجي تستمر كده، ده اللاترال بقى الانفيريور برونيال ريتيناكلم، فوق شويه هنا عند مستوى اللاترال مالوس هنا المفروض يعدي ريتيناكلم اسمه سوبيريور برونيال ريتيناكلم. فين التومالولاي؟ اهم هنا وهنا خلاص، انتهى الانتيريور تيبيال، وهندخل في المعلم البوستيريور الدورسالس بيدس. الدورسالس بيدس يديني لاترال ترسل، ويديني من 2 لـ3 ميديال ترسل، كل دول ميديال ترسل. وبعدين هو ذات نفسه الدورسالس بيدس ده الاحمر ده هيختص في الفيرست دورسال انتر اوسيس سبيس، ويروح باي بيرسنج الفيرست دورسال انتر اوسيس مصر هيختفي خلاص، ويروح للسول. بس قبل ما يختفي هيديني برانش اسمه فيرست دورسال ميتاترسل اهو، وهيديني ارك كده بارك لاترالي او بارش لاترالي، هو ده اسمه ارك ويت ارتري.
من الاركوت ارتري ده تطلع منه 2 سكند، والثيرد والفورث دورسال ميتاتارسال ارترس. تاني بيديني ميديال اند لاترال تارسال، لاترال اند ميديال، بيديني برانش بيارش كده لاترالي او بيكيرف لاترالي واسمه اركوت من اسمه. قبل ما يغطس الدورسالس بيدس في الفيرست دورسال انتر اوسياس بيطلع لي الفيرست دورسال ميتاتارسال. امال السكند والثيرد والفورس بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الاركويت ذات نفسه. طيب قول لنا بعد ما خرم الفيرست دورسال انتر اوسياس سبيس وراح للسول هيعمل ايه ويدي ايه؟ لا ملناش دعوه يا مهي، لما ناخد السول ان شاء الله نعرف ادى ايه. وبفكركم بالخريطة المقدسة بتاعة السنسيشن على الدورسم اوف ذا فوت، على الميديال بوردر اوف الليج في سافينس، على اللاترال بوردر اوف الليج الفوت في شورال، في منطقة الدورسم اوف ذا فوت في الانتيريور تيبيال نيرف الماسكولوكيوتينيوس عفوا، اللي بيتقسم الى ميديال برانش ولاترال برانش، وده بيغذي السكين على الميديال سايد اوف البيكتو، والسبيس رقم 2 و3 و4. طب امال السبيس رقم 1 اللي ما بين البيكتو والسكند 2 ده تخصص مين؟ ده تخصص الانتيريور تيبيال او الديب برونيال نيرف. تاني ميديال بوردر اوف ذا فوت سافينس اس، لاترال بوردر اوف ذا فوت اس، بيناتهم هما الاثنين اس سوبرفيشال برونيال اس. والفيرست سبيس بس اللي ما بين البيك 2 والليتل 2 ما تنسوش انه دي برونيال نيرف اس. سافينس سوبرفيشال برونيال شورال، ما بين الصوابع دي حكايه، الفيرست كليفت ما بين الصباع الكبير والصباع الصغير ده تخصص دي برونيال، بقيه السبيسز تخصص السوبرفيشال برونيال، الميديال سايد اوف ذا بيك 2 تخصص السوبرفيشال برونيال. كلام قديم وخدناه قبل كده. لو سمحتم فكروا في السيناريو ده، واللي ما يعرفش طبعا يكتب لي في الكومنتس وان شاء الله اجاوبه فورا.